تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة. الجلباب القصير لا شك أنه لا يستر الستر الذي ينبغي، وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس، وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا، لا يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها، ولكن الشرع قواعد وأحكام عامة. فقوله تعالى: لا تقربوا الزنا مثلا، يفيد أن كل شيء يكون سببا للزنا ولو لزنا العين والنظر والاستماع فإنه يتجنب، لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة